ومن جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تعليقه على الهجوم الذي استهدف مجد الشمس في الجولان إن إسرائيل تستعد لحرب شاملة ضد حزب الله ستدفع فيها أثمانا باهظة لكنها ستدمر. كما أضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن حزب الله تجاوز كل الخطوط الحمراء محملا إياه المسؤولية عن الهجوم. ومن القدس معنا مراسلة العربية لنا كل غاصي. لنا أهلا وسهلا بك. لنا نتعرف معك على آخر ما تسفر عنه المشاورات الأمنية والعسكرية من أجل رد قاس كما تقول إسرائيل على حزب الله للرد على حادثة مجد الشمس. بالفعل منذ الأمس كان هناك مشاورات مكثفة، مشاورات أمنية مع كبار المسؤولين سواء السياسيين أو حتى في القادة في الجيش الإسرائيلي. اليوم أيضا من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد، تحديدا في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القدس، وهو كان قد بكر هذه العودة ب3 ساعات ونصف على الأقل من الموعد المقرر قبل هذا الحدث في المنطقة الشمالية في الجولان، أيضا في الجولان السوري المحتل. وبالتالي هذه أيضا مؤشرات على أن التوتر ازداد وأن إسرائيل تتجهز لمشاورات أمنية تتعلق بالرد الإسرائيلي على هذه الهجمات حسب طبعا الرواية الإسرائيلية. أيضا من المتوقع أن يكون مشاورات بعد وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كبار القادة، مع أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، والذي تحدث أيضا منذ ساعات المساء بتصريحات واضحة وصريحة بأن حزب الله تجاوز الحدود الحمر، وهو حمل حزب الله مسؤولية وصول هذه الصواريخ إلى مجد الشمس. طبعا في جميع التصريحات كان هناك يعني تحميل للمسؤولية لحزب الله، ربما هذه أيضا ذريعة حسب بعض الادعاءات بأن ربما هي ذريعة حتى تتمكن إسرائيل بشن هجوم كبير وضخم على حزب الله في المناطق الجنوبية جنوب لبنان. وبالتالي من المتوقع اليوم أن يكون هناك مشاورات أمنية مهمة لدراسة الرد الإسرائيلي الحقيقي. ولكن بالرغم من ذلك إسرائيل منذ ساعات الصباح هي تشن غارات جوية عنيفة أيضا على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، كفر كلا من ضمنها. هي تتحدث بأن المعلومات الاستخباراتية لدى الجيش الإسرائيلي كانت يعني قد انطلقت الصواريخ من تلك المناطق، وبالتالي تم استهدافها بشكل مباشر. أيضا عن مخازن للأسلحة التابعة لحزب الله وبنى تحتية تواجدت في تلك المنطقة تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي. ولكن لن تكتفي إسرائيل بهذه الردات الفعل، وإنما سوف يكون هناك رد فعل حقيقي وضخم ربما كما شاهدنا أيضا في اليمن بعد المسيرة التي وصلت إلى تل أبيب. الدفاع الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك من القدس مراسلة العربية لنا كل غاصي على كل هذه المعلومات التفاصيل.